السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كسر أينما كنتم، مرحبا بكم عام جديد. في هذا الفيديو غنتقاسم معكم جوج ديال الأمور مهمة ومهمة بزاف. غنتكلموا على واحد التعديل جديد اللي كيخص واحد المساعدة اللي غادي تبقى تخلصها واخا أنت خدام، وتبقى تخلصها حتى تشد التقاعد ديالك. مساعدة جديدة، تعديل مهم اللي كيهم واحد الفئة كبيرة هنا في إسبانيا، اللي غنتقاسم معكم كل التفاصيل إن شاء الله. هذا بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني غنتكلموا على الخصائص المهولة اللي كاينة في القطاعات ديال العمل هنا في إسبانيا، واللي كيتقدر اكثر من 190,000 منصب شغل. ونوريكم كيفاش دير تقلب على خدمه بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على خدمه، نوريكم شنو ديروا باش تلقاو خدمه بسهوله وبالزربه اليوم قبل غدا، لان هذا الشيء اللي نتقاسم معكم مهم بزاف الاخوان. انا المهمه دي اللي غنديرها نتقاسم معكم جميع التفاصيل الخاصه بالفيديو اللي انا جيت نديره. انا ندير المهمه ديالي، والمهمه ديكم انكم ديروا لايك للفيديو اما في الاول واما الاخر تتفرج. بلا ما تمشي وما ديرش هكا صبيعه ما فيها باس الا طلعتي الفوق. اوكي، ندوزوا للتفاصيل ان شاء الله. المساعدة الجديدة والتعديل الجديد اللي اعلنت عليه السابي اللي هي مكتب شغلنا في اسبانيا، واللي حتى تغريدة في تويتر ديال الوزارة ديال الايكونوميا الترابخو الاستراتو اللي كيهم واحد الفئة ديال الناس، قدرت تشبر واحد المساعدة ديال 463 الاورو حتى تشد التقاعد ديالك بلا ما تقعد كل مرة ترينوبار. صافي، واخا تكون خدام كاع، واخا تكون في خوديس كونتينو. انا غنتقاسم معكم كل التفاصيل خاصة بهذا الموضوع هذا. اول حاجه حنا كنتكلموا دابا مثلا على الناس اللي عندهم 52 سنه، هذه اول حاجه، واللي خدامين، يعني خدامين في خوديس كونتينو مثلا، واخا تكون خدام. المعروف ان الناس اللي ما خدامينش هذوك، معروف ان ملي كتخدم كتوقف لك المساعده، هذا الشيء هو اللي معروف. التعديل الجديد اللي دابا كاين، واخا تكون خدام عندك الحق تخدم وتخلص المساعده وما توقف لكش نهائيا، وهذه هي اللي زوينه، انك واخا خدام باغي تخلص مساعده حتى تشبر التقاعد ديالك. غير شنو هو؟ تكون خدام متقطع، ما تكونش خدام يعني العام كامل. الا خدمتي العام كامل كلام اخر. يكون عندك 52 سنه، تكون خدام خدمه في خوديس كونتينو مقطع، هذه الثانيه. يكون الدخل ديالك في ديك الخدمه اللي انت كتخدم تكون ما كتفوتش 75% ديال الحد الادنى للاجور اللي هو السميك، يعني تكون ما كتخلصش اكثر من 723.75 اورو. الخدمه اللي تخدم فيها تيمبورال في النومينا ما يدلكش اكثر من 723 الاورو، يعني الا كنت اكثر خصو يدلك قل، ما يدلكش اكثر من 723 اورو في النومينا. اوكي، الا كنت كتخلص قل من 723 الاورو في النومينا وعندك 52 سنه في عمرك وخدمتي في اسبانيا 15 سنه، وزائد واحد الشرط اخر انك تسجلتي في السي بي انك كتبقاش على خدمه، يعني سواء كنت قديم مسجل ولا جديد، يعني على الاقل تكون مسجل واحد الشهر ولا شهرين ولا ثلاث شهور ولا في السي بي على اساس انك كتقلب على خدمه خلال هذيك 15 سنه ديال الصغور، وتكون طلبتي شي جوج مرات ايوده. هذه هي الشروط اللي فرضتها الوزاره واللي حتى السي بي دابا فرضها. الا كان فيك هذه الشروط هذه كما قلنا، انك مسجل في السي بي كتقلب على خدمه، عندك 52 سنه، كتخدم شي خدمه تيمبورال، سميتو كتخلص قلب 723 الاورو، سبق لك في هذيك 15 سنه اللي كنت خدمتي خديتي جوج مرات ولا ثلاثه المرات ايوده، الا فيك هاد الشروط هادو اللي انا كنتقاسم معكم دابا، عندك الحق تخلص واحد المساعده ديال 463 الاورو شهريا واخا تكون خدام. يعني وزيدك واحد القضيه هادي اللي زوينه بزاف في هاد الشيء اللي كنتقاسم معكم انا دابا، ما كيحسبولكش الدخل ديال مراتك، كانت مراتك خدامه ما كيهمش، تكون كتخلص 1000 اورو ولا 2000 شغله هذاك ما كيحسبوهاش. الا كنت كتخلص ايوده ديال الدراري الصغار مثلا ما كيحسبوهاش، والا كنت كتخلص ايوده ديال الكيلير مساعده الكرام ما كيحسبوهاش، اي مساعده ما كيحسبوهاش، كيحسبوا لك انت شحال كتدخل. يعني عندك الحق تخدم وتشبر ايوده حتى تشد توصل التقاعد، وهذا واحد التعديل اللي هو زوين بزاف. يعني فقط ان توفر فيك الشروط هذه اللي انا كنتقاسم معكم في هذا الفيديو، الا توفرت فيك الشروط هذه غتقدر تخدم وتخلص الايوده ديالك وما تحبسش، واخا عندك الايوده الدراري، واخا عندك الايوده ديال الكيرير، واخا عندك مرتك خدامه، واخا هادشي كذا كامل ماشي مهم. اذا هذا واحد التعديل اللي هو زوين بزاف اللي كيهم واحد الفئه كبيره هنا في اسبانيا. حاليا كاين 18000 شخص يعني مستفيد من هذه العمليه هذه، في غضون ان لان يلاه تم الاعلان عليها، وغادي عاد الناس اللي توفر فيهم شروط انهم يمشيوا يطلبوها. يعني الحاجه اللي زوينه ان ماشي بحال قبل كتخدم كتوقف ديك المساعده عاود كتولي تطلبها، دابا طلبها مره واحده الا توفرت في الشروط وصرت تخدم على راسك متقطع ماشي مشكل. اذا هذه كنتمنى ان هاد المعلومات تكون فاتكم بزاف، واللي باغي يعرف اكثر ولا ما فيها باس يمشي للسبي ويسول على راسه. انا كنتقاسم معكم شي حاجه اللي هي رسميه، ولكن انت عندك الحق تسول على راسك، لك كامل الاختيار. واخا هذا فيما يخص الموضوع الاول. الموضوع الثاني الاخوان، واللي صراحه
اللي دائما كتشيك القطاعات هنا في اسبانيا عندها واحد الخصاص ممول في اليد العامله، وحتى يعني حتى الخدامه، حتى مانو دي اوبرا يعني غير العمال، ماشي تما حتى المعلميه. اكثر من 190 الف منصب شغل اللي حاليا كاينه في اسبانيا الشاغره، مناصب اللي هي شاغره خاويه، الناس محتاجه الخدامه ديالهم، اغلبيه في القطاعات اللي هي كنتكلموا دائما الكونستركسيون وعلى الاوستيريا، ملي كنهضروا اوستيريا يعني الريستورانتس والاوتيلات، زائد قطاع ديال الفلاحه وقطاع ديال الشركات ايضا. مجموعه من القطاعات متضرره من نقص كبير في اليد العامله هنا في اسبانيا حاليا. فعلا غادي تقولوا لي كاين اكثر من 3 مليون ديال الناس اللي هما في البارو، كاين 3 مليون ديال الناس اللي هما في البارو، كاين منهم اللي في البارو خدام في النوار، وكاين اللي في البارو ما باغيش يخدم، وكاين اللي في البارو حيت ما كيعرفش يخدم، يعني كل واحد والسبب ديالو. المدير ديال السي بي ام، السي بي ام اللي هي واحد المنظمه تجاريه كونفدراليه اللي هي المهمه ديالها انك تدافع على المصالح ديال الشركات الصغرى والمتوسطه، زائد المصالح ديال العمال اللي كيخدموا العمل ديالهم الخاص. هاد السي بي ام علنت على ان اسبانيا في حاجه الى تكوين الناس قبل ما انها توجههم سوق الشغل، لان الناس خصهم تكوين. كاين واحد المشكل هنا، اسبانيا خصها دير واحد التعديل جديد اللي هو عنده علاقه بالتكوين. انا بنادم تفتح فرص ديال التكوين، كورسوس غراتيس، تدخل تعلم اي حاجه وسير تخدم من الكورسو لسوق الشغل، كورسوس غراتيس باش الناس يتشجعوا انهم يديروا كورسوات فابور ويمشيو لسوق الشغل، لان كاينه مناصب شاغره وخاص اللي يمشي يخدم فيها. الناس اللي كيقلبوا على خدمه حاليا، اي واحد فيكم كيتفرج فيا في هذا الفيديو كيقلب على خدمه، اسهل طريقه حاليا باش انك تلقى خدمه بالزربه، ما تمشيش تخلي الكوريكولوم ديالك من ريستورا ريستورا، ولا من اوبرا لاوبرا، ولا من اوفيسينا لاوفيسينا. ما ديرش هكاك بلا ما تحمق راس ديالك، بلا ما تضيع وقتك. كتقلب على خدمه، عندك الغرض تخدم، سير عند الرانستاد كما كتشوف هنايا. الرانستاد اللي هي اي تي تي اللي هي ترابخو تيمبورال، سير عند الرانستاد وتسجل واعطيهم المعلومات الخاصه بك انت، داكشي اللي كتعرف دير قولوا لهم، غادي يقيدوا المعلومات ديالك والتليفون ديالك. اي فرصه الخدمه غتجي غيعيطوا لك، نهار يومين ثلاث ايام ماكسيموم غادي يعيطوا لك يدبروا لك خدمه، لان كاين واحد الخصص كبير خاصه في الظرفيه الحاليه. كتخدم كتفرمي ترابخو تيمبورال، فعلا اللي زوين انك تفرمي واحد الترابخو، انا واحد الكونتراتو ديال ترابخو تيمبورال، يعني الخدمه مؤقته. ولكن اللي زوين بزاف هو ان من بعد ما كتسالى داك الكونترا اللي درتيها مع الرانستاد ديال داك الترابخو تيمبورال ديال العمل المؤقت، من بعد يعني الشركه اللي عجبتيهم كتفرمي معاهم كونتراتو ديال العام كامل في حكومه او انفينيدو، يعني كتبقى خدام العام كامل. يعني هنا كتفتح راسك فرصه بلا ما تقضي الوقت ديالك كدور من ريستورا ريستورا، ولا من قهوه لقهوه، ولا باش تفرغ الكوريكولوم ديالك شوف واش عيطوا لك ولا ما عيطوا لكش. وتقول لي وما لقيناش خدمه، سير عند الرانستاد، وحتى من غير الرانستاد، ولكن الرانستاد رائده في هذه القضيه هذه. كاينه بزاف ديال الاوفيسينات اللي هما عندهم علاقه بترافو تيمبرال، ولكن الرانستاد اللي عندكم يعني شي اوفيسين اخرى في سميتو ديالكم في الكوميدا ديالكم، سير ليها، دير اي تي تي اي تي تي او تي تي مثلا، وسير البيرو ديالها في كينا، دير جي بي اس ولا على رجليك ولا، وسير في كينا وتسجل تمايا، وراك غادي تخدم بواحد الطريقه سهله بلا ما تبقى تدور وتضيع وقت وتسول الناس فلان واش كاين شي خدمه. كنظن ان هذه المعلومه هذه غتفيدكم ان شاء الله بزاف في هذا اللي قلت لكم في هذا الفيديو. تحياتي لكل محبين قناه كريم كسر اينما كنتم، كنقلت كل شيء ما بقى لي ما نضيف، بقاتكم غير المهمه ديكم اللي ديروا لنا الصبيه على الفوق، وكنرحب كما العاده بكل مشترك جديد في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.